أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة تكثيف الجهود للتحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة لمواجهة التغيرات المناخية، محذرا من الاستمرار في استخدام الوقود الأحفوري. وشدد غوتيريش على أهمية دعم تحول الطاقة في البلدان النامية بشكل أسرع، مع وضعها استراتيجيات لتوجيه أولويات البنوك والجهات المانحة والدولية للاستثمار بشكل مباشر في مصادر الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن نقل التكنولوجيا والمعرفة أساس تسريع الانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا على أن أي استخدام روسي لسلاح نووي في أوكرانيا سيكون عملا عدائيا ضد الإنسانية، مؤكدا مواصلة فرض العقوبة على روسيا وتقديم الدعم الثابت لأوكرانيا. وجدد بايدن وكوشيدا التأكيد على أن تحالفهما يظل حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهند والهادئ، مشددين على التزام الولايات المتحدة واليابان بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. أدانت الصين بشدة البيان المشترك الصادر عن الولايات المتحدة واليابان عقب اجتماع رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وأكد المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبان ضرورة تخلي الولايات المتحدة واليابان عن أفكار الحرب الباردة وعقلية التحيز الأيديولوجي ووقف التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك توقف عن خلق أعداء وهميين ومحاولة زرع بذور حرب باردة جديدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. قال الجيش الروسي إنه سيطر على مدينة سوليدار في شرقي أوكرانيا بعد أشهر من القتال، مؤكدا مقتل أكثر من 700 عسكري أوكراني في المدينة وتدمير أكثر من 300 قطعة من الأسلحة الأوكرانية فيها. وقال متحدث باسم الجيش إن النصر سيسمح للقوات الروسية بالتقدم إلى مدينة بخموت المجاورة وعزل القوات الأوكرانية هناك. اقترح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الجمعية الوطنية الفنزويلية تشكيل محور سياسي يجمع حلفاء روسيا والصين في أمريكا اللاتينية، مضيفا أن هناك حقبة جديدة قادمة ومرحلة خاصة لتوحيد جهود وسبل أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي للاقتراب من تشكيل تكتل قوي يجمع القوى السياسية والاقتصادية التي ستتحدث مع العالم، مؤكدا أن مثل هذه الكتلة السياسية يمكن أن تصبح خطا جديدا للقوة مع الصين وروسيا. قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بجولة تفقدية بمحافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بها، موضحا أن الحكومة لديها توجيهات محددة من الرئيس السيسي لتنمية سيناء، وبأن يكون هناك مسار تنموي متطور ومتكامل يشمل المدن والقرى ويتسق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لهذه الأرض الغالية، ويتناغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربع مصر، وذلك من خلال تكاتف جميع الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة المعنية. قالت وزيرة التخطيط هالة سعيد إن الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة أسوان في خطة العام المالي الحالي تبلغ 9.5 مليار جنيه لتنفيذ نحو 321 مشروعا تنمويا، موضحة أن أهداف خطة المواطن الاستثمارية بأسوان تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية والمساءلة وكذلك تفعيل المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى نشر ثقافة البرامج والأداء. نفت وزارة التموين وقف البطاقات التموينية التي لم يتلقى أصحابها رسالة صرف المقررات التموينية للشهر الجاري، مؤكدة انتظام صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية دون إيقاف، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم والبالغ قيمتها 50 جنيها شهريا لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية.